صباح الخير عليكم مرحبا بكم خوتي المتتابعين مباشره من سوق ثلاث. كما كتشوفوا هذا الخير هذا تبارك الله اللي داخل قالوا الله تعطات فيه 10000 درهم. غنشوفوا معكم السن ديالو هذا ربع الاخوه اللهم بارك خيرات تبارك الله. شوفوا العنق تبارك الله و الوقفه ديالو اللهم بارك من سوق ثلاث الخميسات هذا الخير هذا تبارك الله خيرات. هانتوما هذا الجمال هذا اللهم بارك مباشره من سوق ثلاث معكم كنقلوا لكم اي حاجه. عنده 8 سنين في السن ديالو وماذا بلوريقات ديالو الاخوان. كاين الكارني يا صاحبي كلشي شحال الثمن الثمن كل على الله تسير شوف شي حاجه اخرى شوف شي تخمين ارسال اي هاي هاي ماذا بالورقات ديالو الاخوان واش داتك تو واش تحامي واش تنجا أيوب الرجل الشجاع أيوب انقاد الموقف باش يركبوا له الجيم وزين تبارك الله بالوريقات ديالو مازال على الله الاخوان. حاليا عطى في حميد تيك توك 10000 درهم الاخوان 10000 درهم اللي عطى فيه حاليا 1,020,000 ريال. اللي ما عنده ورقه يبات في الزنقه. هانتوما الاخوان حاليا وصل 120 مليون و 20 الف ريال. واحد الجدع هذا اللهم بارك تعطات فيه 10000 درهم يلا قال الله. تعطات فيه مليون الاخوان هذا جدع مازال عندهم سن واحد الاخوان تقدا وحده ونججدوا تبارك الله 5 سنين لواحد تبارك الله. يا ربي السلامة دجدع الإخوان حلصوا
340 وصلوا معاه 340 الف ريال، مليون و 140 الف ريال. وانتم الاخوان والجيم مكسن زيد واش دار باقي ما عارفش الجيم ايوا مليح ولكن سي ابراهيم تحياتي. السي معاذ الخير هذا سي ابراهيم، خذت فيه 8000 درهم الاخوان، هذا غيسخر الجميع. 160000 ريال تبارك الله، الله يسخر الجميع. بدريس اخويا المهم هذه الاجواء ديال السوق، كنحاول ننقل لكم اي حاجه الاخوان كانت هنا بالسوق. وعبد الله عبد علي حاليا 1,040,000 ريال الاخوان تبارك الله. تبارك الله 1,040,000. على رزاق الله كل واحد. بدينا نفرقوك 1,010,000. نقول 1,010,000 ونقول 1,010,000. أودى البرقاق حبيب. ونقول 1,010,000 البعذرة. أمي امتي. قال له ضاخ، قال له هذا مالو، قال له شريت شنيع، ما بيش شريت شنيع. قال له شريت شنيع ب 3 الملايين. ورا الناس 60,000 وي. دخلها لك بالله الماشي. دخلها لك بالله الماشي. حميد هو سير. في الغازل الفلوس ضاخ. وتدور ليا. تبي الفلوس مالك داك هنا ما كاين حتى ريال ما كاين والو. وقالوا جيت للسوق وديت جناح بجوج ملايين. ترى الناس السناف شنو الحليب اربع سنات شنو بغيت؟ دانون والله ها هو مصطفى هو مصطفى ترى راس السوق من عاوز الهضره برضي الوالدين كتعرف اش غدير تعيط على شي خيمه كبيره شي فيرما حنا راه هنا الدراوش تعيط لي فيرما لو بغيتي تخلص بلاصتي ديال البلوك النجمه خوتي الدينار افتح ام خويا لا مش كتقول لي الو عدو عاو تعطوا لي الفيرما طار زوين واقول لهم تيك توك عدو القلب ديتهم 44,000 باغي فيه 1000 درهم حلال من الله هادشي اللي غنديو راه غنموت وشوفوا البرنامج داير فينا ما بقى هاد التعرير هاد القبر شنو غادير
لا الله يستر ما خصناش نزلو المغرب، عندنا مالكنا خويا دايما هما دايما دوك الناس اخي دايما مع تركيا الله يغفر لهم امين الله يرحمهم الله يرحمهم ينشرهم الجنة يا ربي والله يسمح لي واش عمارة جبت لي وفيكم والبدرة والبدرة شدي لي 160 شدي لي 60 تا والله لي شي مامر كاين الطابع صاحبي تعاودني نغيزو دابا كاع واه مصطفى تا والله ما تلقى وامر ديال الوالد والله ما تلقى جاب 60000 ويخرج عاود تشول تاجر الملايين اللون ديالو المغرب والبيدرة والبيدرة العدو هم وانت حامي اه ما كاينش مشكل الدنيا هاني كلشي ديال الله اه هذا هي طرد لك الفقير مسكين عاد الدوار وتقال عليه بزاف الحمل وقال لهم تسمغطوا وكانوا لبسوا البيض اللي مادي ودفنوه لا ما جاب ترى تيضحك في الكاميرا بسخوط واه بغيت تكوي العالم واه واهلي وحميدة وحميدة هذا يلا كيكسر الاخوان تعطات فيه مليون و20 تبارك الله واش راه مسقط لا منين المرقد ديالو اخويا فقيب بن صالح وتحيت الناس فقيب بن صالح الاخوان ها نتوما ميريك ميريك ها نتوما الاخوان الشرابه تبارك الله ابيض الله يسخر اخويا الله ما هذا عنده 3 سنين في السنة الإخوان سمعات 300000 ريال بلوريقات ديالو تبارك الله يسخر الجميع راه تعطات فيها الإخوان 4000 درهم كيما كيبان لكم راه كان عود مليح ولكن دابا مفرط تعطات فيها 4000 درهم مولاه طالب فيه 6000 درهم الله يسخر الجميع الإخوان تبارك الله غير مشوفه غيبين لكم باللي كان عود هو هذاك تبارك الله ها هو هذاك عود تبارك الله لا بيض تصات فيه 42 بلوريقات ديالو والمرقد ديالو سلال الاخوان تبارك الله يسخر الجميع مشري مرحبا اخويا مصطفى تحياتي يا مصطفى تحياتي لعد غليظ وزين الاخوان تبارك الله ناضي عشر عام عنده الإخوان شوفوا هاد سامع شي حاجه 9000 درهم 9000 درهم يا 80 الله يسخر الورق ديالو ها انتما تبارك الله